اذا مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من مدينه المحمديه خلف فندق افانتي. الموضوع ديالنا هو ملاعب القرب بمدينه المحمديه. اذا قريبا يعني عشاق الرياضه بمدينه المحمديه غادي تفتح لهم هذا المركب هذا ان شاء الله الاسبوع القادم حسب الاخبار اللي سمعنا. بطبيعة الحال مدينة المحمدية وجميع الأحياء ديال مدينة المحمدية ما أحوجها لملاعب القرب بكل صراحة. كما كتعرفوا كان مبرمج أنه المصلى يكون فيها ملاعب القرب، فإذا به تحول المشروع إلى أشياء أخرى. إذا نوريكم بعدا المكان اللي كنتواجدوا فيه اللي هو شيماء عاود لي اليد كنتواجدوا قدام المركب ديال 3 مارس. كيف ما كتعرفوا اذا كيف ما كتعرفوا البارح في دورة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية تمت المصادقة على القرار الجبائي المحدد لواجبات استغلال المرافق التابعة للمركب الرياضي 3 مارس اللي هو هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتداول فيها لتصبح واجبات استغلال ملاعب مركب 3 مارس على الشكل التالي. الثلاثة ديال الملاعب ديال كرة القدم يحدد السعر ب 100 درهم للساعة الواحدة والملعب الواحد. أربع ملاعب متعددة الاختصاص، كرة السلة وكرة القدم وكرة اليد، يحدد السعر ب50 درهم للساعة الواحدة والملعب الواحد. ملعب التزحلق يحدد سعر الانخراط السنوي في 100 درهم. احنا غادي نوريكم هذا الملعب ديال التزحلق. قاعتان للرياضة يحدد سعر الانخراط الشهري في 200 درهم للانخراط بكل قاعة. يحدد سعر 1500 درهم مع إمكانية حجز المركب من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى الواحدة زوالا من طرف المدارس الخاصة والنوادي المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية للمشاركة في التظاهرات الوطنية. يحدد سعر 1000 درهم مع إمكانية حجز المركب من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى الواحدة زوالا من طرف المدارس العمومية. إذا كانت هذه التسعيرة ديال الملاعب ديال القرب اللي غادي نستافدوا منها الشباب والنساء والرجال بصفة عامة ديال مدينة المحمدية. بالنسبة للملعب ديال التزحلق حنا غادي نوريه لكم، لحدد الاشتراك ديالو 100 درهم سنويا. هما هادو كما كتشوفوا بالصوره. حنا بطبيعه الحال راه ديجا عملنا واحد الروبورتاج بخصوص هاد الملاعب هذه. نذكروا انه هاد المشروع كنشكروا بحراره العامل السابق السيد عامل عماله المحمديه السابق علي سالم الشقاف، اللي صراحه دار واحد المجهودات كبيره من اجل اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود. بطبيعه الحال المشروع كان جاهز من مده من اجل يعني التدشين ديالو والاستفاده ديالو، ولكن لاسباب كثيره ومن بينها ايضا الوباء ديال كوفيد الحمد لله الارقام انخفضت والملاعب الرياضيه تفتحوا بعموم المملكه. اذا الاسبوع القادم ان شاء الله سمعنا انه غادي تفتح هذا المركب الرياضي اللي كيضم عدد كبير من الملاعب الرياضيه. كما كتشوفوا بالصوره ملاعب كثيره. هذا الملعب اللي قدامنا هو ملعب ديال التزحلق، كاين هوات ديال الرياضه حدد الاشتراك ديالهم 100 درهم، والملاعب الاخرى كاين 100 درهم للملعب الواحد، ملاعب متخصصه. اذا كنت معنا مباشره من امام ملعب 3 مارس بمدينه المحمديه، بعد قليل بث مباشر اخر، الى اللقاء.